أحبائي الصغار، السلام عليكم، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية من كتاب المفيد في اللغة العربية للمستوى الأول الابتدائي. إذا أحبائي الصغار، إن شاء الله لدينا حصة جديدة، لدينا حصة قراءة حرف الهاء الصفحة 82 من جلال الحي والدوار الوحدة الرابعة. جيد، قبل ما نبدأ الحصة ديالنا ما تنساوش اللي ما مشتركش عندي اشتراك، وكذلك أيضا خليوا لي جيم او لايك لهذا الفيديو هذا، واللي مشترك بطبيعه الحال فشكرا جزيلا له، على بركه الله. نبداو الحصه ديال اليوم. استثمر استثمر. اقرا المقاطع اقرا المقاطع. لاحظوا معي، هنا لدينا مقاطع باللون الاحمر، ومقاطع باللون الاخضر، ومقاطع باللون البنفسجي او الازرق حسب المطابع. أعيد، المقاطع التي باللون الأحمر هي حرف الهاء بالحركات القصيرة، والحركات القصيرة هي الضمة والكسرة والفتحة. الحركات القصيرة هي الضمة والكسرة والفتحة. ولدينا هنا مقاطع باللون الأخضر، ومقاطع باللون الأخضر هي حرف الهاء بالحركات الطويلة، والحركات الطويلة هي الواو والألف والياء. الحركات الطويلة هي الواو والألف والياء. ثم لدينا حرف الهاء بالتنوين، تنوين الضم، تنوين الكسر، تنوين الفتح، تنوين الضم، تنوين الكسر، تنوين الفتح. إذن هذه الحركات هذو خصكم تضبطوها مزيان، حيت هي كتساعدكم أنكم تقسموا أو تجزؤوا الكلمة إلى مقاطع جيدة. إذا الآن نقرأ. هو هي ها هو هي ها هو ها هي هو ها هي هن 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 هن. اذا نعود جميع هادو، قراو معايا نتوما. هو هي ها هو ها هي هن هن هن. ننتقل الان الى التمرين الموالي. اقرا ثم الون قرص الكلمه التي لا تتضمن حرف الهاء. المطلوب منا هو أن نقرأ أولا هذه الكلمات، بعد ذلك نلون قرص الكلمة التي لا تتضمن حرف الهاء. جيد، إذا لنقرأ أولا. سلهام سلهام سلهام. هاتف هاتف هاتف. سهول سهول سهول. زهور زهور زهور. لهيب لهيب لهيب. بهيمة بهيمة بهيمة. سهام سهام سهام. هروب هروب هروب. حليب حليب حليب. منبه منبه منبه. إذا الآن ننتقل إلى الشق الثاني من السؤال، هو ألون قرص الكلمة التي لا تتضمن حرف الهاء. إذا هما هذو الأقراص هذ البيضاء، سوف نلون قرص الكلمة التي ليس فيها حرف الهاء. مفهوم؟ جيد. إذا عندنا هنا سلهام سلهام فيها حرف الهاء، هو هذا سلهام. ثم عندنا هنا كلمة هاتف هاتف كذلك أيضا فيها حرف الهاء، هو هذا ها. ثم سهول
سهول كذلك أيضا فيها حرف الهاء هو. ثم ظهور فيها كذلك أيضا حرف الهاء هو هذا. ثم لهيب فيها كذلك أيضا حرف الهاء هي وهنا. ثم كلمة بهيمة فيها حرف الهاء وهنا هي. سهام فيها كذلك حرف الهاء هي. هروب فيها كذلك حرف الهاء هو. حليب حليب ما فيهاش حرف الهاء حليب. إذا سنلون قرص حليب لأن ما فيهاش حرف الهاء بهذا الشكل حليب. ثم منبه فيها حرف الهاء هو هنا هن. جيدة. إذا ننتقل الآن إلى التمرين الموالي. التمرين الموالي السؤال يقول أقرأ ثم أجيب. لدينا هنا نص سوف نقرأه جيدا بعد ذلك نجيب على هذا السؤال. إذا لنقرأ النص أولا. لبستي الهرة سلهام هند. لبستي الهرة سلهام هند. لبستي الهرة سلهام هند. حمل الهدهد هاتف هدى. حمل الهدهد هاتف هدى. حمل الهدهد هاتف هدى. صاحت هند. صاحت هند. صاحت هند. هاتي سلهامي. هاتي سلهامي. هاتي سلهامي. صاحت هدى. صاحت هدى. صاحت هدى. هاتي هاتفي. هاتي هاتفي. هاتي هاتفي. طار الهدهد. طار الهدهد. طار الهدهد. هربت الهرة. هربت الهرة. هربت الهرة. إذا نعيد النص. لبست الهرة سلهام هند. إذا الهرة هي هذه ولبست سلهام هند. هالسلهام اللي لبسته الهرة راه ديال هند. جيدة. حمل الهدهد هاتف هدى. لدينا هنا الهدهد يحمل هاتف هدى. الهدهد يحمل هاتف هدى. صاحت هند هاتي سلهامي. صاحت هند على الهرة وقالت لها هاتي سلهامي. وصاحت هدى هاتي هاتفي. ثم صاحت هدى على الهدهد وقالت له هاتي هاتفي. طار الهدهد يعني طار. وهربت الهرة. وهربت الهرة. جيد. السؤال هو ماذا حمل الهدهد. ماذا حمل الهدهد. ماذا حمل الهدهد. إذن حمل الهدهد هاتف هدى. حمل الهدهد هاتف هدى. إذا السؤال هو ماذا حمل الهدهد. شنو هز الهدهد. حمل الهدهد هاتف هدى. إذا نكتبها جيد. نديرو حمل. حمل يادي هو الجواب. الهدهد. الهدهد. هدهد هاتف هدى. هو الجواب هدى. ولكن هذا الجواب هذا راه تكتبوه في الدفاتر ديالكم ماشي في المقرر ماشي في الكتاب. غتكتبوه في الدفاتر.
اذا غتكتبوا حمل الهدهد هاتفه هدى، هو الجواب ديال هذا السؤال هذا، ولكن هذا الشيء غتكتبوه في الدفاتر. اذا حمل الهدهد هاتف هدى، حمل الهدهد هاتف هدى. جيد جدا احبائي الصغار، بهكا كنكونوا سالينا الحصه ديال اليوم. نتلاقاو ان شاء الله في الحصه الماجيه. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.